شنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية عددا من الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، حيث تمكنت خلال استهدافها البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من ضبط 796 متهما خلال أسبوع، هذا فضلا عن ضبط 1267 قطعة سلاح. أجهزة وزارة الداخلية تنطلق بحملات أمنية تنسيقا فيما بينها لمواجهة كل صور الخروج على القانون من بلطجة وجرائم قتل وسرقة وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة واتجار في المواد المخدرة. وها هي تنجح على مدى أسبوع في ضبط 796 متهما في استهداف لبؤر إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية، وتضبط معهم أسلحة نارية وبيضاء ومخدرات، إضافة إلى ضبط مطلوبين في تنفيذ أحكام مع تأمين تنفيذ إزالة التعديات بهذه البؤر. وعلى صعيد ضبط الأسلحة النارية دون ترخيص، حققت أجهزة وزارة الداخلية وعلى مدى أسبوع نجاحا في ضبط 1267 قطعة سلاح نارية، من بينها 123 بندقية آلية و795 فرد محل الصنع، إضافة إلى جرينوف ورشاشة، كما تم ضبط 1387 قطعة سلاح أبيض. ومع الاستهداف المتواصل للهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية على مستوى الجمهورية وبما يرسخ لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في تنفيذ أكثر من 520 ألف حكم قضائي خلال حملات ومأموريات لضبطهم، من بينها أكثر من 275 ألف حكم غرامة ونحو 67 ألف حكم مخالفة. كما لا تدخر أجهزة وزارة الداخلية جهدا في سبيل ضبط التشكيلات العصابية وفك ألغاز الجرائم مهما اكتنفها من غموض، ففي هذا الإطار وخلال أسبوع تم ضبط 14 تشكيلا عصابيا ضموا 51 متهما ارتكبوا 104 حوادث سرقات، وأعيدت 29 سيارة مبلغ بسرقتها، وتم كشف غموض 57 حادث ما بين قتل وحريق عمد وسرقة بالإكراه وانتحال صفة وضبط مرتكبيها 78. ومع وطأة الضربات القوية والمؤثرة الموجهة إلى تجار وحائز المواد المخدرة، فإنهم يتساقطون تباعا في قبضة الأمن وبما يحمي الشباب من الوقوع فريسة لتجار السموم. فعلى مدى أسبوع متواصل من استهداف أجهزة وزارة الداخلية لهؤلاء، تنجح في ضبط 932 قضية اتجار في المواد المخدرة ب 998 متهما بحوزتهم أكثر من 112 كيلوغرام من الحشيش ونحو 215 كيلوغرام من البانجو ونحو 13 كيلوغرام من الهيروين وما يقارب 180 ألف قرص مخدر متنوع، إضافة إلى كميات أخرى من الأفيون والفودو والستروكس. جهود وزارة الداخلية لن تتوقف عند هذا الحد بل ستتواصل، فرسالة الأمن السامية التي يحملها رجال الشرطة على عاتقهم تدفعهم لمزيد من العمل لدحر الجريمة وإعلاء قيم العدالة والقانون وفرض الأمن والاستقرار.